الثلاثاء، 6 حزيران يونيو سنة 1944، الساعة 6:30 صباحاً بتوقيت بريطانيا. الحرب العالمية الثانية على وشك أن تشهد منعطفاً تاريخياً، إنزال نورماندي أو ما يعرف بديداي، أكبر اجتياح بحري في التاريخ. 160,000 من جنود الحلفاء هبطوا على ساحل نورماندي شمال فرنسا. قادت الولايات المتحدة الاجتياح الذي شاركت فيه بريطانيا وكندا. الهدف؟ تحرير فرنسا وباقي أوروبا من الاحتلال النازي. كان الألمان على علم بقدوم الاجتياح، لكنهم تفاجأوا بموقعه وتوقيته. انطلت عليهم حيلة الحلفاء لإقناعهم بأن الإنزال سيكون في منطقة باتكالي في وقت لاحق. وبالرغم من مقاومتهم الشرسة، تمكن جنود الحلفاء من تأمين 5 شواطئ مع نهاية اليوم. لكن القوات على الأرض كانت بحاجة ماسة للدعم. فشن الحلفاء حملة قصف جوي مكثف دامت شهوراً، واستهدفت السكك الحديدية والطرقات والجسور لتصعب على الألمان إرسال التعزيزات إلى نورماندي. نجحت الخطة، واستطاع الحلفاء إنزال أكبر عدد من التعزيزات منذ بداية الحرب. 3,000,000 جندي، 13,000 طائرة حربية، 2,500 سفينة إنزال، 1,200 سفينة حربية، دبابات برية وأخرى برمائية. وهكذا مهد إنزال نورماندي الطريق أمام انتصار الحلفاء. واليوم تحيا ذكرى مرور 75 عاماً على يوم غير مجرى التاريخ في أوروبا.